السلام عليكم. للتسجيل بالخطة الشاملة لتعلم البرمجة تذهب إلى الرابط خطة.com أو inbilarabi.com/khotta/khotta.com. يوجد عندك كبسة هنا للتسجيل في الدورة، تضغط عليها وبعدها سينقلك إلى صفحة الشراء. طبعا سترى هذه الصفحة وهي صفحة check out أو الشراء. جدير بالذكر هنا أنه يمكنك العودة إلى السلة. لاحظ هنا أننا قمنا بشراء عدد واحد من الخطة الشاملة لتعليم البرمجة. إذا قمت بالنقر أكثر من مرة على الصفحة فسيعطيك رقم أكبر من واحد، فلذلك تذهب إلى السلة، تقلص الكمية إلى واحد. دعني أغلق الواتساب قليلا لأن لدينا ضغط أحيانا، وتعمل على تحديث السلة. بعدها تنقر على زر التقدم لإنهاء الطلب. الآن نحن في صفحة الشراء. يوجد لدينا عدة خيارات من خيارات الشراء. أول خيار هو التحويل البنكي، حيث ندعم البنك التحويل البنكي من كل دول العالم عبر حساباتنا في بنك فلسطين والبنك العربي. أيضا نضمن لك التسجيل معنا عن طريق ويسترن يونيون وماني جرام، وذلك بإيصال وصل الدفع عن طريق الماني جرام على إيميلنا info@ahmednasir.com. يمكنك التواصل معي عبر الواتساب على الرقم الموجود عندكم هنا في الشاشة بكل سهولة. أيضا يمكنك التسجيل عن طريق PayPal والفيزا كريدت كارد. تدخل هنا رقم البطاقة ورمز البطاقة السري وهنا الشهر والسنة. على سبيل المثال دعنا نختار هنا تحويل بنكي. طبعا نحتاج دي أن تدخل اسمك، مثلا هنا أبد، أو خلينا ندخل الإيميل مثلا عبد اللطيف صباح. هنا عبد اللطيف، هنا ندخل first name and last name. هل تود إنشاء حساب جديد؟ يفضل نعم. تحتاج لأن تنقر كلمة مرورية. أوكي. وهنا إذا كنت تريد ملاحظات مهمة، لكن ليست ضرورية. بعدها انقر على موافق على الشروط، ومن ثم تنقر على تأكيد الطلب. طبعا كما ترون الآن قمت أنت بإنشاء طلب، وسيعطيك معلومات وتفاصيل حول طرق التحويل مثل رقم الحساب، الرقم الخاص بالآيبان، والرقم الخاص هو سويفت كود. طبعا هنا هو الاسم البنك، وهنا أيضا الفرع، أيضا هنا البنك الآخر يمكنك التحويل عليه بهذه الطريقة. طبعا كما ترون قد قمت أنت بإتمام عملية الشراء بطريقة ناجحة، وتم التأكد من الطلب بشكل ناجح كما ترى. طبعا بعد هذه الخطوة يمكنك التواصل معي بشكل مباشر عبر الواتساب أو إرسال بريد إلكتروني على الإيميل info. أيضا ننصحك بزيارة هذه الصفحة هنا اللي هي payments لمعرفة جميع طرق الدفع، مثلا تحويل بنكي، هي تجد جميع التفاصيل هنا. أردت تحويل بنكي على حسابنا في البنك العربي، هنا Western Union أيضا موجودة هنا، وجميع الطرق البيبال والدفع النقدي، ويمكنك أيضا زيارتنا هنا على مقرنا واستديوهاتنا. فهذه هي أصدقائي كيفية الشراء من موقعنا AM بالعربي، وكيفية شراء الخطة الشاملة لتعليم البرمجة. شكرا لكم أصدقائي للمتابعة، نراكم إن شاء الله في حلقات وفيديوهات قادمة. السلام عليكم.